أسعد الله أوقاتكم وإلى موجز أخبار النمسا من قناة 29 أكتوبر. يتسبب نقص المواد الخام وما ينتج عن ذلك من زيادة في تكاليف البناء ومشاكل للعديد من المشاريع الكبيرة في النمسا. ورغم هذا النقص فإن مشروع بناء مترو الأنفاق في فيينا لم يتأثر بشكل كبير بعد، وذلك وفقا لفيينا لينين، حيث تم التخطيط المسبق لتقلبات الأسعار. ويذكر أن مرحلة التوسع الرابعة لمترو الأنفاق مع امتداد الأوتسفاي والأوفنف الجديد ستكلف 2.1 مليار يورو، حيث تم حساب ذلك من قبل مكتب تدقيق المدينة في نوفمبر السابق. ومن غير الواضح بعد ما إذا كان هذا الوضع سوف يصمت في ضوء تكاليف البناء المرتفعة، حيث أكدت متحدثة أن الزيادات الحالية في أسعار مواد البناء تؤثر جزئيا فقط على بناء مترو الأنفاق، لأن بناء الأوتسفاي والأوفنف هو مشروع طويل الأجل وتم من خلاله وضع احتياطي المخاطر في الميزانية لعدة سنوات، وقد أخذت في الاعتبار عند التمويل مسبقا هذه التقلبات قصيرة الأجل. يشعر كل من SPO والFPO بالغضب من نهج الحكومة لتقليل اختبارات كوفيد المجانية، حيث انتقد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي يورغ لايختفريد يوم الخميس أن هذا المرسوم جاء متأخرا. وأضاف لايختفريد في مؤتمر صحفي على الإنترنت إن هذا غير لائق على الإطلاق. وقد قال المتحدث الصحفي باسم FPO غيرهارد كانياك إن المرسوم المعمم خلال الليل لا يمكن وصفه إلا أنه مزحة كذبة إبريل ومن الدرجة الأولى. ويذكر أن كل ولاية لديها استراتيجية خاصة، واعتبارا من بداية إبريل سيكون هناك كل شهر لكل شخص 5 اختبارات PCR و5 اختبارات سريعة مجانية. وقد قال لايختفريد إن نهج الحكومة فاشل للغاية، وهذا من شأنه أن يحطم أنظمة الاختبارات، وللمرة الألف لن يعرف أحد طريقه حول الأمام أو الخلف. وانتقد أيضا التأخر في نشر الإجراءات الجديدة فيما يتعلق بقلة المهل الزمنية المفقودة، ووصفها بأنها فضيحة تكاد لا تصدق. ضج في فضيحة الإعلانات المحيطة بصحيفة ويرتشافتسبوند سايتونغ، حيث استقال كل من رئيس ومدير الصحيفة يورغ كيسلا ورئيسها هانس بيتر ميتسلا، حيث يتحمل الاثنان المسؤولية السياسية فيما يتعلق بالقضية الإعلانية المحيطة بالصحيفة. وأيضا سيستقيل ميتسلا من منصبه كرئيس لغرفة تجارة فورالبيرغ ضمن إجراءات تسليم منظمة للمنصب. ويذكر أنه يتم فحص اقتصاد فورالبيرغ من قبل مكتب الضرائب، حيث قدمت رابطة الأعمال الاقتصادية مسبقا بلاغا من أجل منع الدعوات الجنائية المحتملة. ويذكر أن المشكلة كانت عبارة عن إعلانات وردت في الصحيفة، وجاء الكثير منها من شركات ولاية فورالبيرغ وأيضا من بيئة مجموعة شركات شركة راوخ لتصنيع عصير الفاكهة، الذين استهدفوا الاقتصاد والسياسة بشكل نقدي، ولأن أجزاء من دخل الإعلانات انتقلت من اتحاد عمال حزب الشعب النمساوي إلى إدارة حزبهم الأم من أجل دعم الحملة الانتخابية. وصلنا إلى نهاية هذا الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.